بسم الله وكذا وسلام على عبادي الذين اصطفى. يقول ربي بعد باش يزيد يكشف لك حال الإنسان، كلا، يعني ينفي، كلا لما يقضي ما أمر الإنسان ما قامش بواجباته نحو الخالق. لما وقت اللي يتكلم والله، والله لا يشهد إلا بالحقيقة، ولا يظلم أحدا ولا يشهد شهادة واقع، ومن يكتم الشهادة فإن آثم قلبه، يعني أصل شخصيته في الإثم غارقة. أعرفك القاعدين تشهد بالباطل، وكل عيون اللي سيفقهها الله، وكل آذان سيثقبها ربي، وتكملوا حياتكم على شر الحالات اللي أنتم كنتم عيون وآذان الاستعمار، سواء كان الاستعمار الكربي أو الاستعمار الفرنجي. نسأل الله أن يهدي بعضكم، ونسأل الله أن لا نؤذى من طرفكم إلا سطحيا لحائيا، والسلام على أهل الإسلام.